السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما نشاهده الآن المتحف المصري بالتحرير بمناسبة الاحتفال بمرور 117 عام منذ افتتاح المتحف المصري بالتحرير. تم افتتاح المتحف المصري بالتحرير في 15 نوفمبر 1902، إلا أنه وقبل وصول المتحف المصري للتحرير في قلب القاهرة مر بعدة مراحل في أماكن مختلفة. منها في عام 1835 تم إنشاء المتحف المصري، وكان موقعه حينها في حديقة الأزبكية، وكان يضم كثير من الآثار المتنوعة. إلا أن حاكم مصر محمد علي باشا آنذاك أصدر مرسوما يقضي بتأسيس موضع جديد لخدمة الآثار، وهي هيئة الآثار المصرية. وتم تخصيص المتحف المصري الذي أنشئ خصيصا لمنع سرقة الآثار وسفرها خارج مصر. وفي عام 1848 كلف محمد علي باشا لينان بيك وزير المعارف بوضع بيان شامل عن المناطق الأثرية في مصر وإرسال الآثار المهمة إلى المتحف المصري. والصورة التي نراها الآن هي صورة المتحف عندما تم نقله إلى بولاق. نعم، تم نقل المتحف المصري إلى بولاق، حيث تم تأسيسه بواسطة عالم المصريات الفرنسي أوجاست. تم نقله إلى بولاق على شاطئ النيل عام 1858، ولكن للأسف وبسبب الفيضانات تعرضت كثير من القطع الأثرية للغرق، وبسبب الفوضى سرقت كثير من القطع الأثرية، وهذه القطع الأثرية كانت قطع نادرة كما نشاهدها الآن في متحف بولاق، قطع أثرية نادرة. هذه الصورة نادرة، صورة متحف بولاق، طبعا بالتأكيد لا توجد الآن لأن الصورة من عام 1858. وبعد أن أصدر الخديوي عباس أوامره إلى المديريات بفرض رقابة شديدة على الأجانب والمصريين الذين كانوا يقومون بسرقة الآثار وإخفائها وبيعها، تحول مبنى المتحف المصري ببولاق الذي نشاهده الآن إلى متحف رسمي عند اكتشاف كنز الملكة إيحاب حتب بمنطقة دراع أبو النجا بطيبة. إلا أنه تعرض هو الآخر لفيضان النيل. هذا المتحف الذي أمامنا ببولاق تعرض لفيضان النيل كذلك عام 1878، فغمرت المياه قاعات المتحف لدرجة أن الكثير من المعروضات ذات القيمة الفنية والعلمية سرقت. مع بدايات القرن التاسع عشر ارتحل إلى الشرق طائفة من الكتاب، فقاموا بتصوير هذا المتحف الذي أو الصورة هذه احتفظ بها البعض إلى الآن. الآن هذه صور المتحف المصري حاليا. وفي هذا المكان يتم الاحتفال بمناسبة مرور 117 عام على افتتاح المتحف المصري بالتحرير في 15 نوفمبر 1902. يبقى هو افتتح عام 1902، يبقى 15 نوفمبر 2019 يتم الاحتفال بمرور 117 عام على افتتاح المتحف المصري بالتحرير. وشكراً.